ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهاردة عشان الناس اللي بتذاكر ديف اوبس ومش عارفة تبراكتس ازاي بعد ما تتعلم التول. انا جمعت 11 تاسك كلهم اتعلمناهم في الفيديوز اللي فاتت، هتلاقوهم على الريبوزيتري بتاعتنا ديف اوبس تولز دوكيومنتيشن براكتس ديف اوبس. عايزكم تجربوا تعملوا التاسكس دي، ولما تقفوا في حاجة ارجعوا للفيديو وكرروا التاسك اكتر من مرة مع تغيير بعض الحاجات اللي بتستخدموها. يعني مثلا اول تاسك، مرة استخدموا اباتشي ومرة استخدموا انجن اكس. في الكوبرنيتيز مثلا، المثال اللي احنا استخدمناه عملنا تو ريبليكاس، اعملوا اكتر وشوفوا النتيجة هتبقى ايه. في التاسك الرابع مثلا جينكنز، ادخلوا جوه البلوجنز وشوفوا ايه البلوجنز الموجودة هناك. برضو في التاسك العاشر بتاع تيرافورم، هتلاقوا الاوفيشال دوكيومنتيشن بتاع تيرافورم، في حاجات كتير ممكن تجربوها، تعملوا ريسورس مختلفة مثلا غير اللي احنا استخدمناها في الفيديوز. وانس انك فهمت الكونسبت نفسه وازاي بتستخدم التول دي، مش هتبقى محتاج تحفظ حاجة، خصوصا ان كل حاجة دوكيومنتد على النت. من وقت للتاني هحاول ازود تاسكس هنا كل ما نتعلم تول جديدة. في حاجة تانية بقى للناس اللي اوريدي بتستخدم مايكروسوفت ايجر، في 2 في امز، واحدة اوبونتو وواحدة ويندوز، اوريدي جاهزين تقدروا تستخدموهم، معمولين بتيرافورم على مايكروسوفت ايجر. وبالنسبة لباقي الناس اللي ما استخدمتش مايكروسوفت ايجر قبل كده، هيكون في فيديو هنشرح فيه كل الكلام اللي مكتوب هنا. اخر حاجة، السكريبت اللي استخدمناه في الفيديو اللي فات بتاع الديف اوبس بايبلاين، انا ضفته هنا في انستول اول ديف اوبس تولز سكريبت، وبرضه هعمل فيه ابديت من وقت للتاني. وده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، استنوني فيديو جديد، شكرا جدا، مع السلامة.